ودلوقتي جماعة قعدنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. عندنا أخبار عن تنظيم مؤتمر للتعريف بأهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكمان في ندوة مهمة هتقام النهاردة عن النقد الموسيقي في مصر. ومن الموسيقى نروح للساحرة المستديرة، لأن النهاردة عندنا أخبار كتيرة خاصة بالرياضة. يمكن في كمان أهم هذه الأخبار قرعة كاس آسيا 2023 اللي هتتعمل في الدوحة، ومن أهم الماتشات اللي هتتلعب في نصف نهائي الدوري الأوروبي. خلونا نشوف تفاصيل أكتر في هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هتنظم مؤتمر تدريبي للتوعية والتعريف بأهداف المبادرة ومعاييرها، إضافة إلى استعراض أساليب وآليات التجهيز والاستعداد للتحفيز وتوسيع الإقبال والمشاركة في هذه المبادرة الوطنية. والنهاردة المجلس الأعلى للثقافة هيعقد ندوة النقد الموسيقي في مصر إلى أين؟ واللي بينظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وهيئة الإذاعة المصرية، وهتكون الساعة 7 بالليل بقصر الأمير بشتاك. والنهاردة هتتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الأسيوية صوب العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة حفل مراسم قرعة النسخة 18 من بطولة كأس آسيا 2023، واللي هتقام في الفترة من 12 يناير والحد 10 من فبراير 2024 في قطر. والنهاردة ولعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مبارتين قويتين في إطار جولة الذهاب من الدور نصف نهائي الدوري الأوروبي، وهيلتقي يوفنتوس الإيطالي مع إشبيلية الإسباني الساعة 10 بالليل، وفي نفس الوقت يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع روما الإيطالي. وكمان النهاردة ولعشاق دوري المؤتمر الأوروبي موعدهم مع مبارتين مهمتين في ذهاب دور نصف النهائي من البطولة، هيلتقي الكامر الهولندي مع ويست هام الإنجليزي الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت يلتقي فيورنتينا الإيطالي مع بازل السويسري.